وعرفت أغلب ولايات الوطن استقرارا في وفرة المنتجات، وذلك استنادا إلى التقارير الميدانية لكل المصالح المعنية. نذكر منها انخفاض عدد البلديات في بداية سنة 2023، كان عدد البلديات التي تشهد تذبذب في مادة الزيت والسكر 167 بلدية، انتقل من 167 بلدية إلى صفر بلدية، ما عندنا حتى بلدية الآن اللي فيها تذبذب هذه المواد. كذلك انخفاض عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذب في مادة الحليب، وتتذكرون جميعا أننا كانت عندنا تذبذب فيه قضية تنظيم، ليش قضية وفرة للمنتوج أو قضية استيراد لهذه المواد، كان فيه تذبذب كبير. انتقلنا من 527 بلدية اللي كان فيها تذبذب، موزعة على 24 ولاية على مستوى القطر الوطني. إلى اليوم للحظة اللي نتكلموا فيها، وفق التقارير الواردة سواء في لجنة اليقظة لوزارة الداخلية أو التقارير اللي تصل إلى وزارة التجارة تباعا من مختلف القطاعات، إلى 8 بلديات اللي تم سابقا ذكرها، هي الولايتين الجنوبيتين التي فيها مسافات كبيرة، فيها 8 بلديات اللي تقرر في الآونة الأخيرة وبأوامر من السيد رئيس الجمهورية أن تمول هذه البلديات بالحليب، الحليب المدعم بالحليب الآني أو المعبأ في علب لتنقل إلى الجنوب بنفس الأسعار التي يستهلك بها حليب الأكياس. انخفاض كذلك عدد البلديات التي كانت تشهد تذبذب في مادة السميد من 148 بلدية على المستوى الوطني إلى صفر بلدية حاليا، والحمد لله المادة متوفرة وبكميات أكثر من مطلوبة على مستوى كل بلديات القطر الوطني. كما أصبح السوق حاليا يشهد كذلك استقرار في التموين بالبقول الجافة، باستثناء يعني الله رحوا حتى إلى أدق الأمور، باستثناء الفاصوليا والحمص من عيار 12. في مرحلة سابقة كنا نتكلم على هذه المادة كانت تصل للسوق وفق القرارات اللي تم أخذها في قضية التوزيع، في قضية التمويل، كنا نتكلم عن المادة مش موجودة. اليوم نقولوا بلي يخصنا تل كاليبر ولا تل كاليبر، يعني اللي مازال إذا دخلنا في دقة في تمويل السوق. والإخوة في وزارة الفلاحة والسيد وزير الفلاحة مشكور على هذا المجهود الجبار اللي الحمد لله اليوم كل أسواقنا صبحت تشهد وفرة هذا المادة. بقات لنا المادة تاع الفاصوليا البيضاء، وفيها يعني شحنات كبيرة وكبيرة جدا دخلت إلى التراب الوطني، وممكن السيد وزير الفلاحة راح يتطرق لها فيما بعد في قضية تسيير المخزونات. في السنوات السابقة كنا نستهلك 350 ألف طن في السنة من مختلف يعني أنواع البقوليات، هذه السنة عندنا مخزون يتجاوز 490 ألف طن يعني لسنة 2024 من أجل تسيير السوق. إذن تقريبا مرتين ما تتطلبه السوق هو مخزن ومعبأ في على مستوى يعني المصالح الخاصة بذلك.